قتل الله يزال الله يزال قتل الله شوف الله يزال قاتل شلتو لها بالتليفون شلتو بعدها شلتو بعدها هاد قطعة من الفيديو مزيان قطعة من الفيديو حتى يبعدوا من الفيديو إذا عدنا من جديد متتبعي قناة شوف سي في من خلال هذا المباشر حنا تتواجد بقلب مقر جمعية بسمة للأعمال الاجتماعية بمدينة مراكش مع واحد الأم ديال مجد ياك مجد مجد اللي تعرض لواحد الحادثة على مستوى جماعة ولا تعرض تبع العطاوية دائرة العطاوية قليل قلعة الصراغنة. هاد الوليد يعني كان تيلعب بحال الوليدات يعني في القرب من المنزل ديالو، فإذا به طفل آخر يعني وللأسف كان تيلعب بجانكا، يعني بجانكا كما هو معلوم معروف عند جميع المغاربة، فكان تسبب هذيك المقلاع كما تنقولوا بالمراكشية، فإذا به هذيك الحجرة اللي في الجانكا يعني النيش اللي على عينيه كانت تسببت له يعني في إصابة على مستوى العين يعني فعاها مستديمة. فنخليو هاد الأم يعني اللي رفعت دعوة قضائية بالمحكمة وتنتظر أن المحكمة تأخذ لها حقها، فإذا بها تفاجأت بأنه مازال حدود الساعة يعني هاد الناس هادو ما تخضوش في حقهم الإجراءات والترتيبات القانونية اللازمة. أنا نخليو الأم تقربنا من الواقعة من خلال هاد المباشر متابعينا. السلام عليكم، تفضل شدي هاد الميكرو. السلام عليكم اخويا. خويا وقتاش وقعت هاد الواقعه بالضبط اختي؟ تفضلي. نهار الاخر في رمضان، نهار بيض العشيه اللي بيصبح فيها العيد. نعم. ولدي خرج في العشيه بغى يلعب مع الدراري صحابو، كيما حتى انا واحد الساحه حدا الدار في العشيه كيلعبوا فيها الكره، خرج بحالو مازال ما لعبوش. يلا كيتجهزوا واقفين، اذا بيا كنسمع ولدي انا غوت من الدار حيتاش قريبه ليا، غوت خرجت كنجري كنمشي لعندو كنجري، لقيتو تيغوت شاد عينو ما محيدش يدو عليها، شاد عينو طايح للارض سخف. كنقول مالو ما تيجاوبنيش، مالك؟ ناض الدراري اللي معاه صحابو قاعد الدريبه ديالنا الاولاد اللي معاه كيقولوا لي راه ضربو فلان، هذا هو واقف هذاك الولد ضربو، باقي واقف الجانكه في يدو ضربو بحجره، طاح الدري في البلاصه مازال ما لعبو ما حتى حاجه، هذاك السيد كينيش ما لعبش معاهم غير قاعد كينيش في الحجر، ضربو طاح. مشيت انا كنجري لقيت ولدي طايح، جريتو جبتو عندي جدتو للدار، خليتو هكاك جدتو للدار، كنقلب على باه وعلى جداه فينا هما يشوفوا ليا ولدي اش غندير ليه. صافي انا خفت تضعقت ما عرفتش الساعه ما ندير، ما بقيت حتى الولد قلت لي علاش ضربتيه ما دواش، بقى واقف في بلاصتو ما تحرك ما حتى حاجه. يعني كان هو تيلعب حدا بالجانكا كيشير الشجر وكان كيشير بالحجر كيضرب، واش قصد يضربو واش ما قصدش، المهم كيشير بالجانكا كيقيس بيه ضربو. قلت لي علاش ضربتيه، واقف تيشوف فيا ما دواش ما تكلم ما خايف ما حتى حاجه، واقف ما تهولش بيه كاع، كل شي واحد يهرب ولا يخاف ما خافش ضربو، بقى واقف. صحابو اللي معاه اللي قالوا لي راه ضربو هذا الولد اللي ضرب مجد. نعم. يعني سالت دخلتي للدار؟ صافي ديتو للدار، كنغسلو ليه في العين ما قادش يحلها من الدبار، ما قادش يحلها. جاتنا ديك اليومين ما عرفتش كندير، كان العيد، قلنا دينا هي الصيدليه بغينا يعطيونا زعما شي حاجه باش تفطر عليه، ما عطاونا حتى حاجه، قال لك خاصو يشوفو الطبيب، ما ديناه تخدم الطبيب، دينا لهذاك الطبيب، عندنا واحد الطبيب اختصاصي في القلعه داه بواه، قال لي ضروري خاصو يفتح، حنا قلنا غيعطيه شي دواء ولا شي حاجه، قال لي لا، العين تنفخ ليه داك الموم والكحل تنفخ هذيك الساعه ولا هكا من فوق، العين مابقاش حله من المره الاولى، قال لي ضروري تدي، قال لي محمد السادس يفتحوا ليه في البلاصه اغجو ما يتعطلش. زينه جناه محمد السادس كنجريو بيه، فتحوا ليه العين هذيك الساعه، فتحوا ليه العين من ورا العمليه، بقينا كنكونترولي كل يومين كل نهار الايامات الاولى، هي الشوف غادي من ورا العمليه وكيمشي ليه الشوف، مابقاش كيشوف، كان كيشوف القرب البعد ما تيشوفوش كيجي مضبط مره على مره، وهو الشوف حتى لهاد الدواخر مابقاش تيشوف بها حتى حاجه. دابا الطبيب تيقول لك خاصو عمليه اخرى،
وهاد العمليه خاصو تطبر عليه العين، والعين ولات ليه جلاله، وكيما شتي عينو راهي ما تيحلهاش ما تيحلهاش وما تيشوفش بيه. وانا خويا راه انا بتحق ولدي ما خليت فين جريت شحال من باب دقيت ما كاينش اللي عاوني. مشيت لعند دارك عندنا حطيت شكايه ملي كيف فتحت لولدي جينا من السبيطار دات لي العمليه وجيت، حيتاش ما سولوش فينا والديه، ما سولوش وما ما تهولوش بهاد الدرين، ما عاونونا ما سولو، ما جاو تبعونا للسبيطار، ما قالوا كيبقى وعارفين وضربوا ولدهم وعارفين وما تهولوش بينا. مشيت لعند دارك حطيت شكايه باش يخرج دارك يخرج يستنطق الدراري يجي عندنا ويدير محضر ويستنطق، ما داروش خدمتهم. انا اش كتبوا في داك التقرير ما عرفتش. المهم انا هادشي اللي كنت عاودتو ليهم سنيت على المحضر، طلبوا مني شهاده طبيه جدتها ليهم، ها هي جدتها من سيفير فيها 45 يوم، قالوا لي صافي غنعيطوا ليه. ما عرفتهمش اش قال حتى دفعونا لعند الوكيل. مشيت لقيتو كانت فهاد قال ليهم راه ناكر، قال ليهم ضاربوا اخوه اللي سمعنا كيقولوا ضاربوا اخوه وكتبلع علينا. قلت لي سيدي راه كاينين الشهود، راه كاينين الدراري كبر من ولدي حاضرين، راه ماشي راه فرقه تاع الكره تاع الدراري اللي كاينه. قال لي انا القاضي ديال الاحداث، قال لي راه هاد الشهود كان على الدارك يخرجوا يستنطقوا ما داروش خدمتهم. علاش قال لي الدارك ما داروش خدمتهم؟ كان عليهم يخرجوا يستنطقوا الدراري تم يجيو العين المكان ويستنطقوا ويسولوا، حيت ملي كيدخل الدوار غتقولي مجد شكون اللي ضرب مجد بقول لا غيقولوا لك فلان، ما خافيش على شي واحد. كلشي من المعلمين من المدير كلشي في راسو، حيتاش كي تضرب منك النهار الاول الدراري في المدرسه تيقولوا ليهم مجد ما جاش ضربوا فلان اللي ضرب. اسميتو ولدي شرف جعيدات. لا علاش سميتها؟ علاش كنيه ضربوا دونك مشيتو للمحكمه دونك تبعتو الاجراءات. انا داكشي اللي قال يقولوا لي اجراءات داكشي اللي قالوا لي درتو. مشيت دفعونا قلت لك القاضي الاحداث، مشينا طلب لي في الاول الشهود، ديت ليه شي دراري نيت معايا شويه، قال لي راه ما معاهمش الوالدين ديالهم كيعتبروا قاصر. حولنا قال لك هاد الشهادات كان على الدارك يجيبوهم، يجي المحضر كامل الدارك كان عليهم يستنطقوا يجيو يخرجوا العين المكان يستنطقوا يجيبوا الدوسي كامل. قال لي الدوسي ما كامش، عينا دوزنا للخبره. قال لك يدوز الدري، قلت ليه يدوز عينو راه ما تيشوفش بها، يدوز للخبره ما عنديش مشكل. دوزنا الخبرة تقريبا قعدنا واحد جايه 15 يوم عاد دزنا عند الخبره، يلاه والبارح نهار السبت اللي داز عند الطبيب الخبره في القلعه. ودابا القضيه راه في المحكمه ما داروش معانا شي حل، وهو قاعد سارح يعني ما متابع الا الولد للاب، ما متابع حتى واحد فيهم، عايش حياته قرا في مدرسته ما وقع عليه حتى حاجه. وانا ولدي ضعف المدرسه، ضعف عينه، ضاع ما عندناش حنا باش نجريو بيه. داكشي اللي كان صيرنا وتسلفنا من عند الناس، كنتسلفوا من عند الناس كنتسلفوا درجه اخويا الملكو طونسبور ما بقاش عندي باش نجيبو لمراكش. انا قلت لك من نواحي من ولاد عراد ما عنديش باش نجي للسبيطار، غادي جايه والسبيطار كيجرجروا فيا يديو فيا ويجيبو ولدي عينو كتمشي ليه. قلت لك كنترول على كنترول، شوف عنده كيمشي كينقص خويا عيني بطي عليه، مشات لي عينو ما لقيتش لي يعاوني، ما لقيتش ما كيقولوا لي حتى حاجه. هي قال لي من الاول فاش فتحوا لي قال لي عينو متاطره قاس لي الشبكه، قال لي ما كنقول لهم عطيوني شي امل، تيقولوا لي ما نقدروش نقولوا لك شي حاجه، ما قالوش لي شي حاجه والعين كتمشي. وما عرفتش هذه العمليه واش فعلا غادي ترجع لي عليها تشوف، وما معطلين ما عرفتش انا انت قال لك يتسنى وتبرى العين وعينو ما تمشي لي. راه شتي عينو خويا كي دايره، عينو مشات لي ما كيشوفش بها شي حاجه درك. ايوا خويا جيت عند هاد السيده جمعيه بسم الله يجازيها بخير وراوها لي الناس، حيت راه ما بقاش عندي خويا الجهد وما بقاش عندي باش نجري معاه. جيت عندهم يعاونوني ما بقاش عندي، الله غالب انا خويا بيت حق ولدي بيت السلطات الا شافوني بيت حق ولدي بيتو انا ماشي بيتو يتعاقب بيت حق ولدي، ما يمشيش كك ضيع لي عينو ضيع لي حياته. قلت لك حنا ولينا كنجريو غير معاه، وليداتي الصغار مخلياهم والله الا كيتلاقفوا كل مره وعد ما كنخليهم وكنجري بولدي، وما كاينش وهما ما كاينينش هنا. باه ما مهولش خليها، قال لك خليهم يجريو جهدهم، اش عندهم كاع ما يديروا اش جهدهم كاع ما يديروا، خليهم يجريو جهدهم.
إذا كما كنا تابعتوا معنا احنا مع الام ديال المجد يعني اللي جات اليوم لجمعيه بسمه تتمنى انه ان شاء الله يكون خير وانه يكون شي تدخل حازم بخصوص هذا الملف ديال هذا الطفل هذا مجد اللي من ولد نعم اخ معلش ماشي مشكل نتمنى انه ان شاء الله يكون خير بخصوص الملف ديال المجد اللي الوليد يعني تعرض لواحد الحادثه في الدوار يعني واحد الوليد اخر ضرب واحد الجنكة لعينيه كانت يستعملها يعني اللاعب ولكن للاسف هذاك الوليد خرج على مستقبل هذا الوليد يعني يعني بصفه عامه حتى الوليد ما بقاش يمشي للمدرسه الام ديالو اللي تجي من ولاد عراض من دائره العطاويه قلعه الصراغنه تلمديه مراكش المستشفى محمد السادس باش تلقى العلاج باش انه الوليد يشوف المراقبه والعنايه العين الان اللي فقدها يعني تقريبا وتنتمنى ان شاء الله انه ان شاء الله تكون اموره مزيانه وان شاء الله انه لما لا العوده ديال البصيره ديال المجد ان شاء الله فهاد الام تطلب يعني من المحكمه عفوا من المحكمه ديال قلعه الصراغنه ابتدائيه ديال قلعه الصراغنه انه اعاده النظر واعاده الترتيبات القانونيه والاجراءات القانونيه وتعميق البحث بخصوص هذه الواقعه اللي وقعت لهذا الوليد مجد في يعني في جامعه عراض ولاد عراض دائره العطاويه اقليم قلعه الصراغنه نتمنى ان تكون رساله وصلت للمسؤولين وان شاء الله نسمعوا اخبار الخير على هذا الوليد ولما ان شاء الله نفرحوا به انه صحته ترجع وقليلا نشكركم شكرا لكم على حسن المتابعه الى مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.